بسرعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اتمنى تكونوا بخير رب العالمين. النهارده جايب لكم المود الجديد، مود البوم الطخ شربق النووي. اهم حاجه نزلنا بقى المكان، عايزين نكتشف المود وعايزين نكتشف الدنيا عامله ازاي، وعايزين المود ده عباره طبعا هيبقى زي المره اللي فاتت برضو تقريبا، كله بيفضل يضرب في بعضه وفي بوازيك وقنابل، ولما حد يموت نقدر نصحيه تاني، صح؟ اه، هو نزلوا شويه ابديتس عليه، حاجه جديده، خلوا بي ار بي جي بليزر، يعني الان في ار بي جي حراري اللي هو بيعمل لوك على اللي هو اول حراري اللي بيلسع ده، عارفه؟ شايف؟ ووهو، انا ولع النهارده. يا لهوي، يا مساء الشيش كباب. هي دي العربيات المحتيه ولا بلاش؟ اركب بقى، اركب. هو النار دي ما بتخلصش ولا ينفع كده على طول؟ يا ساتر، سخين كفته كده، والله العظيم نعمل جو ابن حرام. يلا هو نار يا حبيبي، نار يا ابني قدامنا، اللي راكب على الصاروخ ده. هي طلع واحده في الصاروخ، حد في الصاروخ ان شاء الله اللي راكب الصاروخ. انا راكب، انا بضرب. اضرب يا ابني. لا، كل واحد يطلع واحده في الصاروخ. كل واحد يطلع واحده. يا لهوي، اتفجرنا احنا. اضرب يا ابني، يخرب بيتك هموت. اضرب يا ابني، انت بتنشف ايدي يا يوسف، الله يخرب بيتك. الله يطلع بالكيك الكلام. هاتولي بس احرقهم. اه اتحرق، حرقته استنى سيبنا في النشو. الله يخرب بيتك يوسف، العيال ماتت، انت بتفجرنا احنا اهو. الواد خليته باربيكيو، انما ايه؟ لا، المود عجبني، على الطريق المود ده خلاص. ده اسمه مود سابريتس باربيكيو 2.0، اول عربيه محاتيه ببجي. ولع فيهم بقى، ولع يا بيه، ولع. استنى نحرقه نحرقه نحرقه. ولع يا بيه، النار دي ما بتخلصش؟ طب خلينا بيها. طب احنا دوسناه ولا حرقناه؟ تعالى تعالى استنى اهو، القرع الطياره. تعالى، بقول لك ايه، افتح بقك، افتح حبيبي. ده اللي بيتحرق من هنا بيطلع على جهنم على طول. اهي هاتوها. يوسف يوسف كاتش اهو، هتجيبها بالام 4 عشان اوه، وقعت واحد منها. هو اهو، عربيه تحت، عربيه تحت، اهجموا هجوم. الله اكبر، اهجوم لما تنزل، لما تنزل اهجوم. انا حرفيا بهبل. الله اكبر، عايش والله، عايش كفا. وطير محيطية يا جماعة، اركب يا ابني انت وهي وهو، بسرعة اركبوا. لسه فيه، اركب اركب. يلا يلا، اه اه اه، يلا يلا، طيب فجروه اهو، يلا يلا اهو اهو. يوسف 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 اهو، الواد تحت اهو، متدمج قوي، متدمج ولا كفو. يا شباب والله العظيم، والله ما قصرت يا شباب. صلحها بقى، صلحها والله، تشعل يلا يلا اللي يلا. طب تشعل دي بلهجه اللي يلا دي بقى لي لغه دي. انت دماغك مفوته يا يوسف. يلا والله جبنا، امنا امنا والله ننفجر. نط نط نط، في حد هيضرب، في حد هيضرب. يا شمس نطي، نجرب سلاح جديد، نجرب سلاح جديد. قدامنا يا جماعه، على طلقه على طلقه قدامي.
اهو قدام قدامي هنا معايا هنا الواد هنا الواد هنا الواد هنا لا يا انا كسبت في ايفنت جامد جدا اللي هو موصى بيه زي ما شايف قدامكم دلوقتي اسمه مهرجان الخريف الذهبي ده يا جماعه انتوا بمجرد ما تدخل عليه وهتسجل تدخل البيانات بتاعتك اسمك وبلدك وكده هو العنوان بتاعك ان انت هتجمع الاول قطرات وبعد ما تجمع القطرات هتاخد هدايا وطبعا تقدر تاخد لحد 5 سحوبات يوميا يعني تقدر انت تدخل السحب 5 مرات في اليوم وعلشان تجمع اكبر عدد من القطرات هتلاقي عندك مهمات مكتوبه بس زي تلعب مباراه في الوضع الكلاسيكي دي كملها فتاخد قطره مش عارف اهزم عدوين في وضع كلاسيكي تجمعه وتاخد قطره واول ما تيجي تعمل شجره عندك تقدر تزرع شجره عشان تدخل للسحب الكبير السحب الكبير اللي هو ايفون 11 برو ماكس 512 جيجا وكروت طبعا بطاقات جوجل واب ستور بقيمه $100 وعندك بدل دائمه للناس يعني اللي بتحب ان هي تجمع بدل والكلام ده كله اهم حاجه ما تنساش ان اي واحد فيكم يقدر يدخل على 5 سحوبات يوميا فلو انت كل يوم دخلت هتعمل 5 سحوبات في اليوم شوف انت بقى كام شجره تقدر تزرعها يا معلم دي انت ممكن تزرع جنينه وبكده كل وصلنا لنهايه الفيديو اتمنى كل فيديو عجبكم والمود عجبكم طبعا المود ده اسمه ايفو جراوند 2.0 لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وشكرا للناس اللي كانوا معانا شمس ومحمد ويوسف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسيبكم على خير واشوفكم فيديوهات قريبه جدا مع السلامه